معنا حسنة من تازة. صباح النور للا حسنة. اش اخبارك؟ الحمد لله. وانتيا كي دايرين؟ كي داير الطقم اللي معاكم؟ كلشي لاباس؟ الطقم لاباس عليه، كلشي مزيان. عندكم شي حريشه، شي بطابط، شي مخامر موجودين الفطور؟ كلشي موجود، كلشي كاين الحمد لله. صحتكم وراحتكم يا حسنه. المهم نشطين معانا ومستافدين، هذا هو اللي مهم. مستافدين الحمد لله. حسنه غتعطينا واحد الطبق نقدو ما نديروش الغدا، ممكن يجي للعشاء احسن ياك. واه دابا البرد مع هاد البرد، ياه غير ديال البلبوله وديال السميده وديال البلبوله على شكل كسكسو. ها؟ بلبوله على شكل كسكسو. يلا شنو تعطينا؟ تفضلي. عندنا كيلو غرام ديال شنو؟ قولي لنا العنوان ديال الطبق بعدا باش الناس يعرفوا على ايش كنهضروا. البلبوله بالقرعه ياك؟ البلبوله تيشات الشعير بالقرعه الحمراء. واخ يلا شنو غنحتاجوا؟ كيلوغرام ديال التيشه. ثلاثة ديال الخيزويات. جوج لفتات. هذا طبق خاص بكم كنظن في تازه ياك؟ بتازه. واه خاص تازه. ثلاثة ديال البطاطس. واحد نص كيلوغرام ديال القرعه الحمراء. نص كيلو غرام ديال الحامض بالراس ولا كيلو الارض. حامض؟ اللحم ديال الراس. اللحم تسمنيش الحامض، قلت او اجب الحامض. اللحم ديال الراس ولا واللي كيبغي القديد يدير القديد. واحد الحفنه ديال الفول يابس 20 ديال اللي كنديروا بهم البصاره. وهادي تجي حتى للغدا هادي. واه حتى للغدا. واحد القبضه ديال القزبر والمعدنوش. غير كنغيروا الكسكسو فهمتي؟ واحد ثلاثة ديال البصلات ولا جوج. صحية صحية هاد التيشة. ثلاثة ديال البصلات ولا جوج. جوج حبات ديال المطيشة. مقطعين على ربعة. واحد ثلاثة نزاود ولا ربعة. ملعقة كبيرة ديال سكنجبير. معايا معاك اختي. ملعقة ديال الابزار. والزعفران والخرقوم. انت اللي كتبني شي شويه بحال اللي سخفانه. فطرتي ولا مازال؟ لا فطرت، كنبقى نعينكم نعينكم. النهار اللي كتعيط النهار اللي كنعيط كنكون موترة. الله الله، علاه البارح ما جاوبتيناش ياك؟ انا دابا قلت لك في لونتين. لا ماشي ما جاوبتكم، غير شويه ديال التغطيه ملي كيكون عندنا الريزو ناقص التغطيه. ماشي مشكل. شنو اخر خاصنا؟ نعتذر بهذه المناسبه. لا ما كاين حتى مشكل، اعتذارك مقبول. نعم حسنه. اذا الخرقوم؟ كاس ديال الخرقوم والزعفران. شنو اخر؟ عصبه اللون. زيت العود. زيت العود. شويه ديال الملحه. هذو المقادير. نعاودهم لك ياك حسنه؟ باش ما نكونش نسينا شي حاجه. اذا هذه البلبوله ديال التيشه بالشعير بالقرعه الحمراء، بحال كنقولوا كنبدلوا كسكسو، هو كسكسو من كسكسو بالتيشه وصافي. فيه كيلو ديال التيشه، المهم خيزو، ثلاثه بطاطا، فيه بطاطا الجديد، فيه هو بطاطا، حيت كاين اللي ما كيديرش بطاطا في كسكسو، ولكن اللي عنده ولادات صغار ضروري ما كيلوح حتى بطاطا ولا جوج. نص كيلو ديال القرعه الحمراء، نص كيلو ديال الحمض الراس او لا القديده ولا المهم انت واللي بغيتي ديريه، حفنه ديال الفول يابس، القزبر والمعدنوس، ثلاثه ديال البصلات، جوج حبات طماطم، ثلاثة د المزاود اللي بغا الحار، معلقة كبيرة ديال سكنجبير، معلقة ديال البزار، الزعفران، الخرقوم، زيت العود والملح ياك؟ ما نسينا والو. الصحة. وعطاها لك أنت اللي قلتي لنا المقادير، يلا نمشيو للطريقة. كنجيبو التيشة كنرطبوها بما طايب، ما يكونش طايب بزاف تغليان. دابا السر كامل في التيشة، حيت كاين اللي ما كيصدقلوش التيشة. كاين اللي كتعجل له ياك؟ كاين اللي كتعجل له التيشة. حيت كيفوت الماء طايب، كيكون طايب بزاف. يلا عطينا كيفاش كتصاوبيها؟ كندهنوها بالزيت وكنرطبوها بالماء طايب المليحة. وكنفورها بحال الكسكسو. كتصفيها طبعا، كتخليها تصفى. لا ماشي نديرو عليها الماء بزاف. غير كتفزقيها بحال اللي كديري الكسكسو. أييه. غير الفرق هذه الماء طايب. ما يكونش طايب بزاف. إيوا كنفورو التفويرة الأولى، الثانية، الثالثة، حتى الرابعة. بنفس الطريقة. نفس الطريقة. الطريقة واه. ثانية كنديرو فيها زيت العود. وملاحة. نعم.
ايوا كنديروا الخضره ديالنا كلها اللحم الراس داك العطريه اللي عندنا. المهم المقادير كامله. لا كي كنطيبوا كسكسو كيف كنطيبوا كسكسو اها هو كنطيبوها ونسقيو كنسقيو بالصحه والراحه. حفيده قالت لك راه كدير البلبوله ما بارد وكتصدق ليها من داك الشيء الرفيع. ايوا اختي حنا كنديروا باش كيدخلوا فيها حفيده راه حاد كاع ملي صدق لك البلبوله حفيده ما عندنا ما نقولوا باش كذا ما كتبقاش حاشه فهمتي بحال دابا المطايب كيرطبها ماشي مشكل. المهم كل واحد الطياب كل واحد وطريقته. اللي مهم هو ان البارح والبارح كنت كتقول لهم خصك الفلو طبيعي. ها عندنا الفلو طبيعي فلون طبيعي وغنعيطوا لك ان شاء الله في الساعه الثالثه وعطيه لينا. واخا يلا حسنه تبارك الله عليك. شكرا لك. شكرا للناس ديال تازه واجمل تحيه لكم فين ما كنتوا مستمعاتنا مستمعي.